وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتني مثلا عن الكتب التي تنصح في مجال العقيدة قراءتها. أولا الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، القواعد الأربعة له أيضا، كشف الشبهات له أيضا، كتاب التوحيد له أيضا، وعليها شروحات ماتعة وكثيرة للشيخ البراك وللشيخ الفوزان وللشيخ ابن عثيمين وللشيخ صالح آل الشيخ وللشيخ الراجحي وللشيخ جلة من أهل العلم. ثم بعد ذلك ندخل إلى العقيدة الوسطية، ندخل إلى العقيدة الطحاوية، وأيضا الوسطية فيها عليها شروحات للشيخ ابن عثيمين وللشيخ الفوزان وللشيخ الراجحي. فهذه للمبتدئين. ثم بعد ذلك يكفيك من هذا، تدخل بعد ذلك إلى المتون المتوسطة كالحموية والتدمرية، بعد ذلك تدخل إلى العقيدة السفارينية إلى غيرها من هذه الكتب. وفق الله الجميع للموت على لا إله إلا الله واتباع الكتاب والسنة. صلى الله عليه وسلم.